بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم، نواصل مع حلول اختبارات الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية الخاصة بالسنة الثانية ثانوي شعبة رياضية تقني رياضي وعلوم تجريبية. في هذا الجزء السادس موضوع الاختبار هذا التمرين يدور حول المعايرة بواسطة الناقلية. نوع التفاعل هذا سؤال مطروح داخل النص التمرين، إذن عليك تجاوب عليه نوع التفاعل إذا كان حمض أساس ولا إذا كان أكسدة إرجاعية. ها هو نوع التمرين، نص التمرين عليه 7 نقاط. قال لك يهدف هذا التمرين إلى تحديد تركيز موليسي صفر للمحلول التجاري للهيدروكسيد الصوديوم Na+HO-. لهذا نقوم بتخفيف المحلول التجاري S0 100 مرة للحصول على محلول S1 تركيزه C1 مجهول. يعني المحلول الابتدائي هو المحلول التجاري لها التركيز تاعو C0 و S0 يسموه S0 صح. قمنا كي خففناه تحصلنا على المحلول S1 للتركيز تاعو C1 اللي هو مجهول، ونأخذ حجم V1 يساوي 10 مليلتر من المحلول المخفف S1 ونضعه في كأس ونغمر فيه خليط قياس الناقلية. يعني هنا عندنا معايرة بواسطة قياس الناقلية. ننجز المعايرة بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريد أستر و أو بلس بلس سي أل موا. يعني هنا راح نعاير أساس بحمض، تركيز تاع الحمض هو C2 يساوي 0.1 مول على اللتر. نحصل على المنحنى المبين بالشكل أسفل، يعني ها هو المنحنى، ها هو المنحنى. محور الفواصل عندك الحجم V2 بالمليلتر، يعني V2 الحجم المضاف، والناقلية النوعية بالميلي سيمنس على المتر صح. أولا قال لك يمثل الشكل الأجهزة التجريبية، وأمامك الشكل هذا يمثل الأجهزة التجريبية لإنجاز هذه المعايرة. أعطي أسماء الأرقام 1، 2، و3. يعني إذا كان 1 هنا هي السحاحة، يعني 1 يقصد به المحلول اللي موجود داخل السحاحة، وثالثا الجهاز هذا وشن هو، وثانيا المحلول اللي موجود داخل كأس بيشر، لأنه قال لك بلي هذا كأس بيشر وهذا مخلط باش ما تخلط لكش صح. ثانيا قال لك اكتب معادلة التفاعل حاصل خلال هذه المعايرة محددا نوع التفاعل. اكتب معادلة وحدد نوع التفاعل. باين شوف غير تشوف هكا، ها أساس هاو الحمض، خلاص باين باللي نوع التفاعل راه باين وشنو هو الجواب عليه انت صح. ثالثا قال لك بماذا تفسر تناقص الناقلية قبل التكافؤ، وبماذا تفسر تزايدها بعد التكافؤ. وكنت شرحت هذا بطريقة مفصلة في الفيديو الملخص. رابعا حدد بيانيا قيمة الحجم المضاف عند التكافؤ، يعني V2E. أحسب ناقلية المحلول عند التكافؤ، أعطاه لك العلاقة أن الناقلية تساوي S على L في الناقلية النوعية، مع S تساوي 2 سنتيمتر مربع و L تساوي 4 سنتيمتر. خامسا قال لك أنشئ جدول تقدم ثم أوجد علاقة التكافؤ من بالطبع من جدول تقدم. وسادسا باستعمال علاقة التكافؤ حدد التركيز C1 اللي كان مجهول أبطلبوه منه للمحلول S1، ثم استنتج التركيز المولي C0 للمحلول التجاري S0. هذا ثم في الأول ما بدهنا شان قلك في آخر التمرين. ها هو البروتوكول التجريبي لقياس المعايرة بواسطة قياس الناقلية. لو أعلم في بداية الفيديو كتبت المعايرة بواسطة الناقلية، نسيت ما درت بواسطة قياس الناقلية، ما عليناش. وها هو المخطط، يعني أنت ما عليك إلا درك نروح ونجاوبو. إذن قالوا الناس سميوا هذا
هذه الأسماء. إذن المحلول اللي راه اللي يندار هنا هنا هاو نقصو هكا كي قصيت الشكل ننجب أو أمامي ونجب. إذن أسماء الأجهزة التجريبية أسماء الأجهزة ولا العتاد أجهزة التجريبية صح. أولا واش راه موجود في السحاحة يعني في السحاحة المحلول اللي راه موجود في السحاحة هو المحلول المعاير اللي يعايروا به ماشي اللي رايحين يعايروه ماشي يعايروه يعايروه المعاير. إذن المحلول هو S2 الحمض هو اللي راه موجود في السحاحة. إذن أولا الموجود في السحاحة هو المحلول S2 المحلول S2 اللي هو لحمض الكلوريدريك لحمض الكلوريدريك صح اللي هو المعاير صح. هذه واحدة. ثانيا واش راه موجود داخل كأس بيشر؟ بالطبع الحمض المعاير. إذن ثانيا المحلول S1 اللي هو عفوا الأساس المعاير لهيدروكسيد هيدروكسيد الصوديوم إذن هذا المعاير بس صح. ثالثا واشن هذه اللي راهي داخل غاطسة في الكاس غاطسة في اللي نعايروا بها واشن هي خالية قياس النقدية. ثالثا خالية قياس النقدية هكذا أرانا جاوبنا. أيضا بالنسبة لتنقيط السؤال الأول كل واحدة عليها 0.25 أربعة نقطة صح. ثانيا واش قالوا لنا ثانيا؟ ثانيا قال لك أكتب معادلة التفاعل الحاصل خلال هذه المعايرة محددا نوعه. كي تكتب معادلة التفاعل لاحظ أنه عندك Na++HO- زائد H3O+Cl- أخي هكذا صح. إذن كي تكتب هذا مكان لها تدير شوارد الصوديوم والكلور لأنها لا تشارك في التفاعل. سبق أن قلت لك في فيديوهات الملخص أنها ما تشاركش في التفاعل هي شوارد متفرجة. إذن مكان لها تكتبها في المعادلة. إذن المعادلة راهي تدور بين الأساس H+ شوارد الهيدروكسيد والحمض H3O+ شوارد الهيدرونيوم فقط. متفاهمين؟ صح. إذن ثانيا معادلة التفاعل معادلة التفاعل H3O+ أكو زائد الحمض زائد الأساس H+ أي شوارد الهيدرونيوم زائد شوارد الهيدروكسيد واش يعطونا؟ يعطونا جزيئين تاع ماء دو H2O اللي هو ليكيد. خلاص نوع التفاعل شتو هو؟ حمض أساس. إذن نوع التفاعل حمض أساس نص. إذن التنقيط المعادلة عليها نقطة ونوع التفاعل نصف نقطة. ثالثا ثالثا أنا في حكاية
ثالثا بماذا تفسر تناقص الناقلية قبل التكافؤ وتزايدها بعد التكافؤ؟ وهذه كنت شرحتها لكم مليح في الملخص، كنت حكيت فيها بزاف. معليش، عندنا قبل التكافؤ نديروها بالأسود باش تبان، قبل التكافؤ صح، عندنا قبل التكافؤ بعد التكافؤ، عند التكافؤ أي جاية في جدول التقدم صح. قبل التكافؤ انتبهوا مليح، كاس بشر قبل ما نحل الصمام الروبيني تاع السحاحة، كاس بشر كانت فيه واش من شوارد اللي كانت موجودة فيه؟ كانت فيه، كان فيه الأساس، كان فيه شوارد الأش أموا وشوارد الصوديوم، هذا ما كان. إذن نكتبو حبة بحبة. إذن يحتوي يعني قبل التكافؤ كأس بشر في البداية، في البداية على من؟ على شوارد، على شوارد اش او موا، اش او موا اكو و ان ا بلس اكو، خلاص صح. هذه في بدايتها، ومن بعد فتحنا الروبيني هذاك الصنبور عند إضافة المحلول المعاير، يعني بدينا نضيفه في المحلول المعاير. واش صرا؟ واش بدا يسقط من الروبيني من فوق؟ واش بدا يطيح؟ كيف فتحنا الروبيني هذاك واش صرا؟ ها هو الروبيني، يعني جينا فتحنا الصنبور هاولي كله هنا، ها هو كيف فتحناه هنا، هنا واش كان؟ هنا كانوا شوارد الهيدرونيوم، وهنا كانوا شوارد الهيدرونيوم أشطر و أو بلس، وشوارد سي أل موا. يخي هاك كانوا الزوج هنا في الكأس تاع بشر، واش راهو فيه؟ راهم فيه شوارد الصوديوم وشوارد أش أو موا في البداية. كيف فتحنا الروبيني بداو يسيلوا للزوج هذو، بداو يطيحوا الداخل في الكأس صح. إذا عند إضافة المحلول المعاير كيف بداو يسيلوا والسرى هذه أشطر و أو بلس بدأت تتفاعل مع هذا، بداو يتفاعلوا مع بعض. نكتبوا واش رانا نحكوا. إذا عند إضافة المحلول المعاير محلول المعاير بكسر اليد دائما هو اللي يكون في السحاح، يتم التفاعل مع من؟ بين شوارد الهيدروكسيد الهيدرونيوم عفوا يسموها كذلك الأوكسونيوم، وشوارد الاش او موا يعني بين الحمض والأساس صح. إذن واش يصرحنا كي بداو يتفاعلوا، يعني شوارد الاش او هنا فهمك، هنا كي بداو يتفاعلوا مع بعض هذا الشوارد تاع الاش او موا واش بدا يصرى لها؟ بدات تتفاعل مع شوارد الهيدرونيوم، بدات تختفي، ومن بعد بدا يظهر لنا شوارد وحده اخرى بداو يطيحوا من السحاحه داخل في الكاس، بداو يظهروا لنا سي ال موا ثاني صح. اذا تختفي حبه تاع اش او موا، تظهر لنا وحده تاع سي ال موا صح. إذن وبالتالي واش يصرى؟ تعوض شوارد سي ال موا اكو شوارد اش او موا اكو، ده تعوض صح. وكنت تقول لي والناقلية وش تدخلها الناقلية علاه تنقص؟ بوسك هذه ثاني شاردة وهذه شاردة. لا يا حبيبي، ناقلية تاع شوارد الكلور أقل بكثير من ناقلية شوارد الهيدروكسيد،
إذن مادام الناقلية تاع شوارد الهيدروكسيد كبيرة بزاف على شوارد الكلور، واللي ناقلية تاعها كبيرة راهي تختفي، إذن الناقلية تنقص. نكتب بما أن ناقلية واحدة طالبة مرة قالت لي أستاذ الخط راضي أمك الله غالب، راني نكتب بقلم إلكتروني ولازمني نجري باش نربح الوقت باش ما يكونش الفيديو طويل، ولأن الوقت راهو مضايقنا بزاف، مزيرنا الاختبارات قربت وراني ندير اللي عليا الله غالب. بصح راني نهضر ما تبعي الكلام تاعي، معليش كي تروحي للجامعة وما يكتب لكش يحكي HOAK صح. بما أن ناقلية شوارد الهيدروكسيد أكبر من ناقلية شوارد CNO، يعني الناقلية المولية الشاردية لشوارد CNO أقل بكثير من الناقلية المولية الشاردية لشوارد الهيدروكسيد صح. خلاص، هذا أي مما يفسر، ماذا يفسر تناقص ناقلية المحلول وقتاش؟ قبل التكافؤ. خلاص، نأتي الآن بعد التكافؤ علاش حتى زادت هذه الناقلية بعد التكافؤ صح. بعد التكافؤ انتبه مليح واش راح يصير في هذا الكاس، هذا هنايا واش راح يصير بعد التكافؤ واش يصير؟ يعني عند التكافؤ قلنا يبدأوا كيف أشطر وأو بلس وأشقو موا، يبدأوا كيف يتوقف حجم اللي أضفناه عند التكافؤ خلاص V2E سيبو حجم أغلقنا صح. يبدأ هنا يتوقف التفاعل بعد التكافؤ، يتوقف التفاعل خلاص يتوقف، لأنه التفاعل عند التكافؤ توقف خلاص، كي الحق التكافؤ بعده وصل توقف التفاعل. كي توقف التفاعل واش يصير؟ واش راه يطيح من فوق من روبيني هذاك؟ يطيحوا الشوارد CNO ويطيحوا الشوارد H3O بلس. هذا الشاردتين هذو تتراكم، مكاش H3O بلس مكاش مع من تتفاعل، لانه HOMO متفاعل محد عند التكافؤ خلاص، تفاعل كومبلي خلاص راح، أشطر وأوبليس مازال يطيح من روبيني الفوق هو CNO تتراكم، ديجا CNO من الأول راه يتراكم، يبدأوا يتراكموا في الكاس، وقلنا بلي CNO نقلية تاعها ضعيفة، لكن الحبوبة هذه أشطر وأوبليس هذه كي تطيح الداخل الناقلية تاعها كبيرة راهي تتراكم، هذا اللي يفسر تزايد الناقلية. إذا واش نقولوا؟ يتوقف التفاعل فيتم تراكم شوارد من CNO ستيلو الأذى منين ذاك يحكمو الجنون CNO AQ و H3O أو بلس فوالا AQ صح. في وين هذا؟ في الكأس، في الكأس خلاص، يعني كي يبداو هادو يزيدو راهم في الكاس، هادو ما عليناش قلنا ضعيفة الخرطة، بصح الأشطر وأو بلس راهو حمض
الله يبارك عنده ناقلية ما شاء الله. إذا ما شي صرا عمي تتزايد الناقلية أي مما يفسر تزايد الناقلية. أوكي خلاص صح. إذا قبل التكافؤ عليها 0.75 لأنك تحكي بزاف، وهنا بعد التكافؤ عليها نصف نقطة. ننتقل إلى السؤال الرابع بالأزرق يا أستاذ مالك. ربعة صح. وعشرة يقول السؤال الرابع، يعني صراحة تعبت راهي الساعة متأخرة من الليل، تعبت اليوم، معلش في خاطركم، معلش من أجلكم أبنائي بناتي، معلش واحد يضحي ما يهمش، المهم انتما كونوا قافزين وفرحونا إن شاء الله في نتائج الاختبارات. ربيع قال لك حدد بيانيا قيمة الحجم المضاف عند التكافؤ في دو صح. معلش شو حباب حبة خليك مرح. هنا بيانيا لاحظ عندي مستقيمين، واحد ناقلية هنا، شوف واش كنا نحكيه قبل، هنا قبل التكافؤ هنا بعد التكافؤ، وهنا عند التكافؤ. خلاص هاي من التكافؤ وين يتلاقاو المستقيمين. قبل التكافؤ الناقلية راهي تنقص، لاحظ في الجدول هذا هو تاع الناقلية صح، راهي تنقص حتى عند التكافؤ، وبعد بعد التكافؤ الناقلية تزيد صح. إذن بيانيا نحصل على حجم التكافؤ كي يتقاطعوا المستقيمين، هنا كي يتقاطعوا المستقيمين نحصل على حجم التكافؤ. ندير الإسقاط في وين الفواصل، يعني الفاصلة اللي نقراوها هنا هي، لأنه هذا محور الفواصل وين كان الحجم في أو، هي في دو أو حجم التكافؤ. إذا نروحوا نحكيو، نحصل على حجم التكافؤ، نحصل على حجم التكافؤ بيانيا بتقاطع المستقيمين في نقطة فاصلتها هي حجم التكافؤ، يعني V2E تساوي 10 ميلي لتر ومن بعد واش طلبوا منا؟ قال لك احسب ناقلية المحلول عند التكافؤ، وعطاو لك العلاقة G أي ناقلية المحلول G اللي بالسيمنز تساوي S على L في الناقلية النوعية اللي راهي في الجدول. يعني باش نحسبوا الناقلية لازمنا نعرفوا قيمة الناقلية النوعية من الجدول. لو جينا درنا الإسقاط ها وين يتلاقاو المستقيمين هنا، ودرنا الإسقاط هنا هكذا، أقرأ لي هنا واش راه تقول في هذا السيكتور، هنا واش راه تقول، يعني هنا عندنا 0.25 0.75 0.75 1 1.25 1.5. إذن 1.25 ميلي سيمنز على المتر ناقلية النوعية. خلاص إذن عند
نقطة التكافؤ عند نقطة التكافؤ نقلية المحلول المحلول بيانيا هي شحال قريناها الناقلية النوعية تساوي 1.25 ميلي سيمنس على المتر. إذا الآن ننجم نحسب الناقلية صح. إذا حساب ناقلية المحلول حساب ناقلية المحلول سيبو صح. إذا جي تساوي اس على ال في الناقلية النوعية. إذا سيجما هذيك مينيسكول تساوي 1.25 ميلي سيمنس نحولها للسيمنس، معليش نجيبوها منا عادي، تبديلي في 10^-3 في الاس شعلة طوالي لو اعلم 2 لازم نحولها للمتر. الاس طوالي 2 سنتيمتر مربع والال 4 سنتيمتر. إذا 2 سنتيمتر مربع تتحول للمتر تضربها في 10^4 متر مربع تمشي بالزوج، وهذه 4 نحولها للمتر لأنها سنتيمتر في 10^-2 هذه حولناها للمتر مربع وهذه إلى المتر. إذا شنطتني عطتني 6.25 في 10^-6 سيمنس أس صح. إذا بالنسبة للتنقيط هذه عليها نصف نقطة وهذه بيانيا نصف نقطة وهذه تطبيقيا نصف نقطة. خامسا طلبوا منك إنشاء جدول تقدم ثم إيجاد علاقة التكافؤ، يعني سؤال سهل جدا جدا. إذن جدول تقدم التقدم إذن ها هو جدول التقدم. إن شاء الله منسي تحت معادلة التفاعل عندنا هنا الحالة الابتدائية عند التكافؤ، عندها كيكون عند التكافؤ مكان له دير الانتقالية. المهم تبع أستاذ القسم اللي راح ينقطك في الاختبار، تبع هو كيفاش راهو كيفاش دار لكم في الدرس، يا في الحق قيدرو هكا مكان له دير الانتقالية، ولا درتها عادي ماوش موجود بالنورمال لأنها موجودة الحالة الانتقالية هي راهي موجودة، ماشي من البداية ديريكت للتكافؤ كاين حالة انتقالية صح. إذا قلنا هنا التقدم في البداية الابتدائية يكون صفر، وهنا عندنا إكس أو صح. هنا كميات المادة، كميات المادة بالمول، دائما نقول نصنع جدول تقدم نموذجي هكا تجيب يكون واجد باش ما نضيعش الوقت وننسى معليش. عندنا المعادلة أشطر وأو بلوس أكو صحة زائد الحمض زائد الشوارد الهيدروكسيد أكو واش بك سيدي أكتب تعطينا الماء دو اش دو سو صح خلاص سيب. إذن هنا هذه سي دو في دو وهذه سي ان في ان، الماء بالزيادة متواجد في بداية التفاعل وفي نهاية التفاعل
بالزيادة أو بوفرة كما تحب. هنا عندنا سي دو بي دو ناقص اكس او لأن الأعداد ستوكيومترية واحد واحد. سي أ في أ ناقص اكس او ودائما أعزائي الطلبة عند التكافؤ المزيج أو الخليط يسموه المزيج والخليط هو نفسه في الكأس يكون تناسبيا يعني ستوكيومتري أي عند التكافؤ. بلكي طرحوا عليكم هذا السؤال يكون المزيج في الكأس تناسبيا أي ستوكيومتري خلاص صح. احنا طلبوا منا علاقة التكافؤ. لاحظ عندنا هذه تساوي الصفر وهذه تساوي الصفر عند التكافؤ. عند التكافؤ المتفاعلان للزوج يتفاعلوا مع بعض يكونوا يساوي الصفر صح يعني يخلصوا للزوج. سي دو في دو عند التكافؤ ناقص يعني من جدول التقدم تساوي الصفر. وعندك سي ان في ان ناقص اكس او تساوي الصفر صح. من هذه العلاقة نجبد أن C1 V1 تساوي C2 لأنهم لزوج يساوي بالصفر. لا علاش تسمح عندنا C2 V2 V2 تساوي X2 و C1 V1 تساوي X2 صح. إذن C2 V2 تساوي X2 خلاص. إذن علاقة التكافؤ هي حبي يكتبوا لها هي سي أ في أ تساوي سي دو في دو أ خلاص. أي جدول تقدم عليه نصف نقطة سهل جدا وهذه عليها نصف نقطة. قالنا السؤال السادس والأخير في روحي تعبت. قالك باستعمال علاقة التكافؤ حدد التركيز سي وحد المجهول اللي كان في بداية التمرين للمحلول اس واحد ثم استنتج التركيز سي صفر للمحلول التجاري اس صفر. معليش يا سيدي. سادسا من علاقة التكافؤ دائما في الأسئلة تاع الاختبار ولا البكالوريا سؤال يجيب سؤال من علاقة التكافؤ نحصل على صح. من هذا العلاقة نحصل على سي ان اللي قالوا نحسبه يساوي سي دو في في دو او حجم التكافؤ المضاف على في ان عفوا على في ان. اذن تساوي سي دو 0.1 مول الحجم عطاونا صبناه 10 وهذا طولنا 10 الله اعلم مش غلط يا اخي 10 سيدي نتحقق سمحوا لي ها هو راه ايه ها هو في 1.10 خلاص والاخر صبناه 10 حجم التكافؤ 10 يا اخي صبناه وين راه هاهو 10 مليلتر صح. والسيدون يشافي عليها 0.1 صافي تساوي هذه مع هذه خلاص. اذن 0.1 مكان لها نحول مليلتر مكان لها نحول لان راح نشطبهم يكون مليلتر على مليلتر مكان لها تحول جرام على جرام كيلو جرام على كيلو مكان لها 0.1 مول على اللتر
خلاص صح. الآن سي صفر. أولا نحن نعلم أن معامل التمديد F يساوي سي صفر على سي واحد، صح. ومنه سي صفر يساوي معامل التمديد في سي واحد. معامل التمديد أعطونا في الأول يا أخي، قال لك 100 مرة في الأول كامل. ها نقوم، استنى نحيد التخربش اللي درته هنا، نقوم بتخفيف المحلول التجاري 100 مرة. S صفر يعني عندنا سي واحد وعندنا معامل التمديد، أي لهنا نقدر نحسبه سي صفر بكل سهولة، تساوي 100 في 0.1 أي تساوي 10 مول على الليتر. خلاص هذه عليها نصف نقطة وهذه عليها نصف نقطة، بالبركة عليك 20/20. هيا أعزائي الطلبة، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.